بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف اللاب الثاني للاكسس ليست في لابات امتحان سي سي ان اي 120. تعال نشوف كده السؤال. مديك توبولوجي بالشكل ده. الاول بس نداونلود السيميوليشن. طيب تعال نقرا السؤال كويس. اديني توبولوجي بالشكل ده. بيقول لي عندي نتورك اسوشيت is adding a security to the configuration على الكورب 1. ده كراجل security associate او network associate عايز تضيف security على الراوتر ده كورب 1 راوتر. اليوزر اون هوست سي اللي هو ده هو واخد دوت 4 فوق ده او دوت 3 واخد دوت 3 اللي هو السي ده. the user on host C should be able to use a web browser to access financial information from the finance web server. فين ال finance web server؟ ننزل تحت كده هتلاقي عندك ال finance web server. يبقى هو عاوز يسمح لل user C ده ان هو يأكسس ال finance web server ده على ال web service. طيب no other hosts from the LAN nor حتى الكور نفسه. دي هتفرق معانا كتير قوي. نور no other hosts from the LAN من اللان بتاعت اليوزر ده بقية زمايله نور ولا حتى الكور من الكور نفسه انه يبقى ايبل انه يستخدم الويب براوزر اي او الويب براوزر تو اكسس ذا سيرفر. يبقى هنا بس انا هسمح لليوزر ده انه يأكسس الويب سيرفيس على السيرفر ده على بورت 80 وامنع بقيه زمايله ولا حتى الناس اللي في الكور ان هو يأكسسه فين الويب سيرفيس او البورت 80 على السيرفر ده. طيب since there are multiple resources for the corporation. طبعا في resources تانية في الكوربريشن على اللوكيشن ده. في زي ما انت شايف في عندي دي ان اس سيرفر عندي بابليك ويب سيرفر فعندي resources تانية other resources on the finance web server all other traffic should be allowed. كل اللي بقيت الترافيك allowed. يبقى انا بس التاسك اللي انا هعمله تاسك بسيط جدا هو ان انا يا دوب اسمح للراجل ده اكسس الويب سيرفيس هنا وامنع الباقي كله سواء من هنا او من هنا انه يأكسس الويب سيرفيس هنا واسمح لبقيه كل الترافيك. الموضوع بسيط. هنا بيديك تاسك بيقول لك انك تكريت ابلاي نمبر اكسس ليست ويز نو مور ذان 3 ستيتمنتس. معناه مسموح لك بس انك تكريت 3 ستيتمنتس في ال 3 ستيتمنتس في الاكسس ليست دي ذات ويل الاو اونلي هوست سي ويب اكسس تو ذا فاينانس ويب سيرفر نو اذر هوستس ويل هاف ويب اكسس تو ذا فاينانس ويب سيرفر اول اذر ترافيك از بيرميتد. تمام. هنا كل الباسوردات السيسكو الكور شبكة الكور الكور واخد كام 192.168.195.65 مش هنحفظ ارقام. مهم الكمبيوترز في الشبكة دي هم واخدين الأربعات بالترتيب ده 192.168.33 ده واخد 1 2 3 4. انا عايز اقلو مين اقلو 3 هو ديناي الباقي اللي هو سي. السيرفرات اللي هنا دي الفاينانس ويب سيرفر اللي هو مقصود بيه اللي هنتكلم عليه ده اللي هو واخد 172.22.242.23 والبابليك ويب سيرفر واخد كام؟ واخد 17. اللي هنعمله كالتالي. خلي بالك انا معايا 3 ستيتمنت بس فانا اعمل هعمل ايه؟ هعمل الخطوات كالتالي. اول حاجه هعمل ستيتمنت تالاو ده بيرميت. طبعا همسك البيرميت الاول. هعمل الاول ستيتمنت تالاو الهوست ده انه ياكسس على الايه على بورت 80 على الفاينانس سيرفر ده. تمام. بعد كده اعمل الانتري الثانيه اللي هي بتديناي الاكسس اني على مين على الجهاز ده على البورت 80. وبعد كده اعمل ايه بيرميت اي بي اني اسمح لبقيه اللي بقيه الترافيك كله. تمام. طيب وبعد كده اطبق الاكسس ليست دي. اطبقها فين؟ عندي مكانين اتنين اطبق فيه الاكسس ليست ده. يا اما على الانترفيس اللي واصل باللان ده واطبقه في الاتجاه الان او على الانترفيس ده في الاتجاه الاوت. ايه اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معايا ان هاري الكور داخل معايا ولا لا. لو تفتكر كده فوق كان بيقول لك ايه نو اذر هوستس فروم ذا لان نور ذا كور حتى الكور نفسه. يبقى لو طبقت الاكسس ليست هنا اصبح ان هو هيبرميت السي ويدناي بقيه الناس اللي معاها بس لكن الكور خلاص الكور مش مطبق عليه. لكن انا عشان امنع بقيه الناس اللي معاه في اللان وامنع الكور هو كمان لازم اطبق الاكسس ليست دي اطبقها على الانترفيس ده اللي واصل بالشبكه دي واطبقه في الاوت بحيث ان هو هيقلاو الهوست السي ده ويديناي بقيه زمان وبقيه الناس اللي في الكور وبقيه الكور. تمام. فده السيناريو اللي همشي عليه ان انا اعمل اكسس ليست ان اعمل ستيتمنت بيرميت من السي لفاينانس وديناي
او ديناي اني تو فاينانس واعمل بيرميت اي بي اني هنا. الخطوات هتلاقيها هو كاتبها لك تحت، تعالى طبقها. هاجي هنا على الراوتر ده واقول له انيبل، كونفيتي هكاريت نمبر تو اكسس ليست، اقول له اكسس ليست 100 تبرمت التي سي بي. طبعا ده البورت 80 شغال على الاتش تي بي، شغال على بورت 80 تي سي بي. الهوست اللي هو السي، السي كام؟ هو السي ده واخد 192 168 33 3 رايح لمين؟ رايح للفاينانس ويب سيرفر، فاينانس ويب سيرفر اي بي اهو تمام. الديستنيشن بتاعي هيبقى هوست ادا اي بي فاينانس سيرفر ايكوال بورت كام 80. بعد كده اول خطوة سمحت للهوست ده، بعد كده اعمل اديناي اني على نفس الايه، على نفس الايه، على نفس الهوست اللي هو 172 22. يبقى انا هعيد كده نفس الكومند تاني، بس انا هنا هات تي سي بي هدي ناي تي سي بي اني اي حد يروح للهوست ده على بورت 80 تمام. بعد كده خلاص بقى اعمل اكسس ليست في الاخر، اقول له اكسس ليست 100 طبعا نفس الرقم. ابرمت ايه؟ برميت اي بي اني اني خلاص اسمح بقى البيت كل الترافيك ان هو ايه، ان هو يتطبق. ولاحظ ان انا لازم اطبقه على الانترفيس اللي هو التاني، او ما تطبقوش على الانترفيس اللي معاهم بان، والا الكور هيكون له الاو على ايه، هيكون له هيتخطى حته ان هو ايه يكون دينايد اكسس الويب. فلازم اجي هنا واجي على الاول اشوف الران الانترفيس او الفاست اثنان زيرو زيرو هو اللي واصل بشبكة 192 اللي فيها الاجهزة دي. لا انا عاوز الانترفيس التاني اللي هو واصل بالايه بشبكة ال 172 172 اهو 172 فين اهو انترفيس اف 01. يبقى انا ادخل على الانترفيس ده، انترفيس اف 0 سلاش 1 واقول له اي بي اكسس جروب 100 واطبقها فين؟ في الاوت تمام. اي بي اكسس جروب 100 واطبقها فين؟ واطبقها في الاوت. بعد كده ايه كده خلصت اكوي بقى رن تو ستارت. طيب لاحظ انه ساعات بيديني تعديلات معينه على السؤال ده، ممكن يتغير فيه شويه حاجات، زي مثلا طبعا انت مش هتفرق معاك يعني ما يهمكش اي تغييرات. ممكن يقول لك هنا مثلا ايه زي موديفيكيشن 1، انك ممكن يقول لك بيرميت الهوست بي انه ياكسس الفاينانس فروم اكسسنج الفاينانسنج سيرفر، نفس اللي احنا عملناه بس المره دي بدل الهوست اللي كان 3 هنخليه 2، وبرده على الايه على هوست ده الفاينانس سيرفر اهو. طبعا هنا هو ما حددلكش ويب ولا غيره، هو حددلك بس الايه انك تبرميت الهوست على السيرفر ده. تاني حاجه ان انا اديناي الهوست بي اللي هو نفس الاي بي من اكسسنج ايه اذر سيرفر، اذر سيرفر هنا هقول له ايه، هقول له اكسس ليست 100 واديناي الهوست ده واديله ايه الاي بي بيت النتورك او الايه النتورك بتاع الايه النتورك اي بتاع النتورك التاني اللي فيها السيرفرات بس. طيب وارجع بيرميت ايفري سينج ايلس، اقول له ايه بيرميت اي بي ان اني، دي معروف انك تبرميت بيها اي حاجه ببرميت اي بي ان ان. التغيير التاني او الموديفيكيشن التاني ممكن يقول لك allow او only allow host C to access the financial server، ان انا allow بس ال host C انه يأكسس ال financial server. برضو allow اي بي هوست وده الايه، وده اي بي الجهاز سي وده الايه اي بي هوست
هوست فانكشن سيرفر، وما حددناش بروتوكول لانه هو ايه ما حددليش الويب اكسس، بس فسابها لي مفتوح فمش هحدد بروتوكول. طيب ونوت allow anyone else in any way، ما تسمحش لاي حد تاني in any way communicate with the financial server، هتمنع اي كونكشن بين اي حد وبين الفرنش سيرفر غير ده بس. فانا هعمل ده الاول بيرميت الهوست ده، واجي تحت كده اقول له ايه deny اي بي اني هوست رايح لمين الهوست ده، والاو اذر ترافيك بايه بيرميت اي بي ان ان. الموديفيكيشن الثالث انه ممكن يقول لك هوست سي شود بي ايبل تو يوز الويب على الفرنش سيرفر، اللي هو اول حاله اصلا في السؤال شفناه في الاول اللي هو اكسس ليست 100 انها بيرميت تي سي بي هوست، اهو ده اي بي الجهاز سي على الهوست اللي هو الفاينانشال سيرفر على بورت كام؟ على بورت تاني، لانه هنا محدد لك لازم ايه بالويب براوزر يعني بال اتش تي بي على كام؟ على ايه؟ على الفاينانس ويب سيرفر، وبالتالي هنا حدد لي الديستنيشن وحدد لي الايه؟ وحدد لي البورت. other types of access from host C to the finance server is blocked. يعني كده بيقول لي ايه الجهاز سي ده مسموح له بس انه يكونكت على الفاينانش سيرفر بالايه بالويب، وبالتالي كان المفروض ان اعمل اكسس ليست 100 تبرميت الهوست ده على الفاينانش سيرفر اي بي بتاعه اهو ببورت 80، واجي تحت هنا واعيد نفس الكوماند ده تمام، بس هقول له ايه؟ هقول له ديناي تي سي بي هوست على الفاينانس وما حددش بورتات، اصبح بس مسموح له على بورت 80 وديناي الباقي. امال هو ايه اللي كاتبه ده؟ اللي كاتبه ده انه هنا تحت قال لي all access from hosts in the core or local network، كده ما بقاش على سي بس، ده بقى على سي وبقى على اي حد تاني. لو كان قال لك على السي لوحده كنت هتعيد نفس الكوماند ده، تشيل بيرميت وتكتب مكانها ديناي وتلغي ايكوال 80. لكن هنا بيقول لي ان السي اللي هو الجهاز اللي هو 3 واي حد تاني ممنوع ان هو ياكسس اي حاجه تانية على الايه على الفاينانش سيرفر ده. فانا هقول له اي بي، فاقول له اكسس ليست 100 اديناي اي بي اني اي حد، طبعا هيبقى من ضمنها الجهاز سي ده على هوست كام؟ على هوست 172 اللي هو اي بي الفاينانش سيرفر. وطبعا هنا ما حددتش ان انا ابلوك حاجه معنا اي تايب اوف اكسس من هوست سي واي تايب اوف اكسس من اي واحد تاني ممنوع انه يكونكت على السيرفر ده تمام. طيب بعد كده قال لي ان الاول هوستس من الكور and local should be able to access the public web server. هنا اقول له access list بيرميت permit IP any والهوست وادي له IP الايه البابليك ويب سيرفر. شوف الاي بي بابليك ويب سيرفر كام، اكتبه له هنا البابليك ويب سيرفر اهو، تدي له الايه الاي بي اللي هو 17 ده. طيب الموديفيكيشن الرابعه اخر حاجه ممكن تشوفها في التعديلات اللي ممكن تيجي لك في السؤال ده، ان هوست سي شود بي ايبل ان يقدر يوز ا ويب سيرفر تو اكسس الويب براوزر الويب سيرفيس على الفاينانش سيرفر. طبعا هي نفس الاكسس اللي احنا عملناها في الاول هي دي، هنا طبعا هي اهي هنا مفيش تغيير. other type of access from host C to the financial server should be blocked. طبعا انا حدد لك بس ان هوست سي لوحده، ما قالكش هوست سي المره دي وحد تاني، ده هوست سي لوحده، وبالتالي هعيد نفس الكوماند اهو اكسس ليست 100 اديناي بقى اي بي هوست اللي هو الجهاز سي ده اهو على هوست كام؟ على اي بي الفاينانس سيرفر، ومش هحدد بورتات لانه ممنوع انه يكونكت على اي بورت فيه. انا سمحت له بس في الاول في اول انتري او في اول ستمنت انه يقلاو، عملت الاو كونكشن على بورت 80، وتاني مره عملت ديناي على ايه؟ على كل البورتات، فاصبح بس مسموح له اكسس بورت 80 بس تمام. وال هوستس ان ذا كور اند اون ذا لوكال لان شود بي ايبل تو اكسس ذا بابليك ويب سيرفر، كده مسموح لاي حد انه يأكسس البابليك ويب سيرفر. هقول له اكسس ليست 100 بيرميت اي بي اني هوست وادي له اي بي الايه اي بي البابليك ويب سيرفر. ودي كانت ممكن دي ايه كان شكل الموديفيكيشنز اللي انت ممكن تشوفها في السؤال ده تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.